بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم الفيديوهات السابقة. إذا ما كنتم مشتركين في القناة، ما تنسوش تضغطوا على زر سبسكرايب أو أبوني واشتراك. ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو نتاعي مع جميع أصدقائكم لتعمل فائدة إن شاء الله، وتابعوا معي الفيديو تاع اليوم من الأول للآخر حتى تستفادوا أكثر. يلا نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. في الفيديو تاع اليوم كنت خيطت حجاب وحنوري لكم، كنت خيطت حجاب وصار لي فيه مشكل انه جاتني اليد شويه ضيقه، وانا ما نحبش الحجاب يكون يده ضيقه، نحب نكون تريز على لاز فيه، يعني كل اريح. شوفوا اليد كيفاش جاتني، ندير لكم في المرايه. بون شوفوا هاي لك اليد، هاي جاتني ضيقه راكم تشوفوا، جاتني سوا يعني هاي لك هنا. فوالا كنا نوري لكم هاي ليك، شوفوا جاتني السورتاي هنايا كما كنت تشوفوا. انا ما بغيتهاش تكون هكا، هاي ليك شوفوا من الفوق، هي من الفوق هي مليحه، الكتف هذاك هو كاع، واليد الاخرى نورمال ما عنديش مشكل. وكان القماش في التحت زاد لي، يعني مازال باقي لي شرايط في التحت، هاهو مشاده بليزي بانكل دوك نقصوا هذا اللي هنايا. هذاك اللي زاد لي تحت نوري لكم ان شاء الله كيفاش هنرقعوا به في اليد، بحيث انه نوسعوها ما يكون عندنا حتى اشكال وتبان الخدمه تاعهم ما شاء الله باذن الله. دوك نقص تاع لتحت نوري لكم ان شاء الله كيفاش راح نرقعوا اليد. بون شوفوا اصدقائي، هو هذا هو اللي جاني بزياده، جاني ياسر. بصح كاينه حاجه قبل ما تروحوا تقصوا هذا اللي جاكم بزياده، لازم تتاكدوا مليح مليح تلبسوا اللباس تاعكم للحجاب تاعكم، وتقابلوا المرايا تشوفوا تحكموا كاع بلي زين بانغل توتور، تقابلوا المرايا ولا تشوفوا كاش واحد يشوف لكم، تتاكدوا مليح مليح بلي راكم سوا ماكمش غالطين. ومن بعد واش ديروا؟ تمسوا تتاكدوا بلي فوالا القماش مش متني على اثنين ولا تجيبوا كوب فيل تديروا به فتحه صغيره هكا بالراس تاعو، برك فتحه صغيره باش يدخل لكم بعد المقص، وتبعوا لهاد الخط يا كوب فيل فوالا، ولا هايلك الراس تاعو حفه كوب فيل ودخلوا فيه المقص، ولا تجيبوا ديكوفيت يعني غير في الراس تاع الحاجه اللي كنا باغينها. هاي نجرب بلاصه ثانيه ديكوفيت، دخلوا كيما هكا تتاكدوا بلي فوالا ما كانش حتى حاجه مديرانجيتكم، دخلوا كوب فيلد لديكوفيت تاعكم. يعني مانيش شوفوا من هنا ومن هنا، مانيش راح نقطع في جهه خارج عليهم، تاكد مليح مليح فوالا، ونحل شويه هكا فوالا. هاوليك فاصل مو يحل لك، ها شوف ما يمشي تحل. ومن بعد نجيبوا المقص تاعنا ونكملوا. هنا راني متاكده مليح مليح بلي راني جوست مانيش غلطه في القصه نتاعي، ها هو ليك. ونجيب المقص تاعي ندخله في هذه الفتحه، نبدا نتبع غير بشويه شويه حتى نولي نكملوا كاع هكا، نكمل كاع الحجاب تاعي، نحي هاد الزياده ونوريكم بهاد الزياده ان شاء الله كيفاش راح نرقعوا في اليد ونوسعوا في العرض تاع اليد باش ما تجيناش مجينيه ونكونوا فيها مرتاحين باذن الله. نكمل التقطيع ونرجع لكم باذن الله. بون بعد ما قطعت هاي القطعه اللي تحصلت عليها، شوفوا هذه اللي كانت الكفه قد واش كانت كبيره، الله غالب قصيره. شوفوا هنا كما كنت تشوفوا، كما قلت لكم في هذوك لي زاستيس كنت مخيطه بهذاك اللي ساق الشريطي هذاك تاع القاغط، خيطت به وكي كملت نحيته، بقى لي غير شويه مع الغسيله حيت نحاها. شوفوا هاوليك الاثر تاعو. دوك هذا واش راح ندير، كيف نجيب ديكوفيت ولا كوب فيل ونحي هاد الخياطه اللي راني درتها هنايا ونحل، يعني راح نتحصل على قطعه عريضه تساعدني باش ندير. اشوف القطعه قد ما هي عريضه، هذه يعني تساعدني مليح مليح باش نوسع اليد ولا اليدين في زوج كاع لا بغيت، يوسعوا لي نكون فيهم مرتاحه ما نكونش مجينيه ولا. ها نحيو ونبدا نجبد، ها شوفوا شحال عريضه عندي. وهنا من تحت هذاك الجهه اللي قصيت فيها من تحت الحجاب نروح ندير له غير السورفيلاج وندير له كفه، نسولفي ليه كاع كيما كنت مسولفي ليا هذا. شوف هنا كنت دايره السورفيلاج من بعد درت هنا كفه، هنا تاني هذا دوك ندير له السورفيلاج وندير له كفه، ونعود نرجع لكم ان شاء الله نوريكم كيفاش بهذه القطعه هذه اللي زادت لهنايا كيفاش راح نرقع بها اليد باذن الله.
بون شوف النتيجة اللي تحصلت عليها. العضد تاع هذا تاع التحت اللي نقصته، نجيب المتر نشوف شحال العرض باش نعرف روحي شحال راح نزيد. شوفوا بسم الله، العرض راهو فيه 1.7 سنتيم، مليحة يعني صافا، توسع لي اليد ما شاء الله. 7 سنتيم هذه راح تكون كيما هكا، يعني 3.5 3.5 من الجهتين، يعني راح نزيد من الجهة الأمامية من الجهة الخلفية. نجيب الحجاب تاعي من ناحية اليد باش نوريكم كيفاش راح نديرو له التوسعة. شوفوا هاي لك اليد، هاهي طفت الكاميرا بسم الله، فوالا او يلعب لي الحجاب كاع. صعب. اوكي هذه هي اليد. دوكا واش راح ندير هنا؟ اليد راح نحل هاد الخياطه كامل، هذه تاع اليد، سواء اليد هذه من جهه اليمنى ولا اليسرى، نحيهم ونوريكم كيفاش راح ندير التوسعه. نحل نحي اليد كامل ونزيد ندير فتحه، نفتح 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 قبل ما نلحق للثاني، ما نخليش ثاني نلحق للثاني. نو نفتح يعني واحد حتى واحد 3/4، نفتحها 3/4 ماشي كامل، نحي اليد ونعاود نفتح اليدين في زوج ونعاود نرجع لكم نفهمكم كيفاش غنخدموا باذن الله. بون شوفوا معايا، بعد ما نحيت المونش اليد هذه، كنت وريت لكم في هذيك البوندانه اللي نحيتها، البوندانه هذيك فيها واحد 7 سنتيم، يعني 3.5، يعني انا دوكا راح نهبط بواحد من 2.5 حتى 3 سنتيم هنايا، يعني بهذه الطريقه نحكم من تحت. هذه شتو كي جاتني اليد شغل سوسو هنايا، راح نهبط باش نوسعها، نهبط بواحد من 2.5 حتى 3 سنتيم، نحكم المتر بون تاعي هاديك، نهبط حتى ندير هنا 2.5 ولا حتى 3. لو كان راح ندير واحد 2.5 ندير نقطة. شوف معايا، فيكس الكاميرا، شوفوا عند هنايا، عند هذه هي اللي تحت، شوفوا هاي الفوق تاع اليد، وهذه اللي هنا لتحت نقسمها ندير العلامة عند 2.5 هاديك هنايا. شوفوا معايا 2.5 هنايا، هادي هنايا ندير عليها علامة هنايا. يعني شوفوا من هنا من الفوق جينا هادي، نعاود نطلع بيها هنايا، نحكم باش الا خفت زعما ما تجينيش مريقله ولا كاع، نجيب البيستولي ولا البيروكي نجيبها نحكمها، نعاود نوصل دوك، نعاود نلفت لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا، نوصل بين النقطة تاعت الفوق مع هذه التحتانية هكا باش تجيني سوا سوا، نعرف روحي منين تجيني الفتحة تاعي باش ما نخربش المونش تاعي بزاف، لا لي مونشو هاد الفتحة. شوفوا دوك نلفت لكم الكاميرا، شوفوا شوفوا كيف جاتني هايلك من الفوق، هاي سوا سوا هكا هابطة، من هنا نبدا ندخل هاهي حتى نوصل لهادي. هادي تاع 2.5 ولا 3 اللي هنايا، هي نفسها هذيك البندانة اللي نحيتها من تحت كي نطويها، اللي هاي اللي راح نلصلها في اليد. اليد واش معناتها 3/4، يعني 3/4، هاي اليد كامل تاعي شغل 3/4، نشوف الطول كاع تاع اليد تاعي عند 3/4، نفتح ما نفتحهاش كامل، نفتح مثلا حتى نتلحق هنايا، هذه نفتح هذه نخليها مسكره نفتحها. هي هذيك البندانة حنزيدها يعني من الفوق، راح تكون واحد 7 سنتيم، اللي هي 3.5 3.5، وتبدا تهبط وتضيق تضيق 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 حتى تنعدم عند هنايا 3/4، يعني راح نديرها ونرجع لكم باذن الله. دونك شوفوا هاي عندي هذه البندانه، بعد ما حليتها وسويتها اللي تنحيت من تحت، خليت لها انا السوفيلاج ما نحيتوش، وجبت اليد بعد ما حليتها 3/4، ناخذ الكاميرا باش تشوفوا معايا بيان. هاي لك حليتها 3/4، حليتها حتى لهنايا، هاي منها محلوله. دوك واش راح ندير؟ شوفوا هذيك البرنامج اللي عندي، المونش ولا اليد راح نديرها نسكرها بهاد البندانة هنايا، نزيدها يعني هنايا، راح نمشي حتى لهنايا هكا شغل على شكل مثلث. شتو هاد البندانة؟ نحسب شحال الطول تاعي هذا لهنايا، من هنا حتى لهنا نقال، نحدد انايا شحال بغيت الطول مثلا، من هنايا نحدد نقطة، نقطة سواء من القدام ولا من الوراء، هادي
نفسها يعني راح هاد القياس راح يكون كامل هكا. مبغاش كاين يمشي الستيلو. المهم ارسمو خط كامل، ديرو نفس اهو الكمشة فوالا. هذا من هنايا نهبط من هاد الخط اللي درتو، شوفو صافي يبان لكم الكاميرا باش يبان هاد الخط اللي درتو، نهبط عليه بالطول تاعي تاع هادي 3/4. يعني من هنايا شوفو راني حطيت حطيت سواسوا معاه اليد هنايا، شوفو هاليك من هنايا حتى لو راح نهبط انا 3/4 تاعي، شوفو من هذيك النقطه تاع الفوق حتى لهنايا، هنايا نهبط شغل مثلث، شغل هذاك اللي تما نشوف النقط الوسط تاعو هنايا، يعني راح نطلع من هنايا بشكل مثلث، نطلع هكا هكا مايل حتى نلحق هنايا، وهذه كيف كيف دوك نرسم شكل مثلث ونرجع لكم نفهمكم كيفاش تديروا. شوفوا كيفاش الشكل تحصلت عليه، هذا ما يقولوا له قولوا له الفرماجه اللي فات تلقاها في السروال، اللي فات تلقاها في اليد، اللي فات تلقاها في الجنب تاعكم هنايا، من الجنب اللي فات تكون ضيقه. دوك هاد هاد البياسه اللي درتها نتوما سيو ترسموا على ظهر القماش مش على الوجه، هاوليك الظهر انا رسمت برك هكا برك فسع فسع. هذا الرسمه اللي درتها راح نضربها فادو، يعني راح نزيد في اليدين في زوج، هذه يعني راح نطويها على 2 بهذه الطريقه، نطويها على 8 ونقصها باش نتحصل على زوج، ونوري لكم ان شاء الله كيفاش راح نعاودوا نلصقوها في اليد باذن الله. شوفوا معايا هاي اليد، هاي لاموش، هاي ديك البياسه اللي زدناها شوفوا معانا هاي هاي كيفاش دايره، من الفوق تجي عريضه تبدا تضيق حتى تلحق للتالي هنايا، هذا يقعد هنا خارج هكا شويه. دوك نخيطها كيما راني دايره هنا لي زيبان، كنخيطها هنايا كامل سير داير، وندير لها سلفيلاج، نعاود ندير لكم ان شاء الله من بعد نعاودو نرجعو ندير لكم كيفاش نعاودو نفيكسوها مع الحجاب باذن الله. هاي هاي اليد بعد ما خيطت لها هادو البياسه هاي حتى لهنايا، خيطت لها ودرت لها السوفيلاج وحددتها، وجدت كرونتيت الوسط هذا لهنايا كيما كرونتيت الوسط تاع الفوق، شوفوا غير شويه نحيت شويه باش كي نحطها على الحجاب تاعي هاي تتحط كيما هكا بهاد الطريقه باش كنجي نخيطها، هادي تجي مع الخياطه تاع التحت وهاديك مع الوسط تاع الكتفين، اللي قلنا لكم كيفاش بلاصيوها ان شاء الله. شوفوا تاخذوا القماش تاعكم ولا الحجاب تاعكم ولا التونيك تاعكم كيما راهي بالمقلوب هكا، وتحطوا اليد تاعكم ولا العموش تقلبوها على الوجه تاعها، دوك راح نقلبها على الوجه تاعها، نقلبها هكا هاي على الوجه تاعها هاهي للوجه، وكيفاش تدخلوها ولا كيفاش تبلاصيو مع بعضهم هاهي، هادي الفتحة تاع هادي لي مونشور، تجيبو اليد وتدخلوها في الوسط هنايا، دخلوها في وسطها ها ملي دخلت اليد هذا الوجه تاعها، ومن بعد نجيبو هذاك واش كنا كرونتينا قبيلة ها هو الراس هذا تاع الوسط، تبلاصيوه قد قد مع شوفو هذا وين كرونتيتو هذا الوسط، تبلاصيوه قد قد مع هادي الفتح الخياطة تاعت الكتف سوا سوا هنا قد قد الخياطة مع الخياطة، وتحكموا بليزي بانجل هكا هنايا، تحكموا على بليزي بانجل وتروحوا بعد الكاميرا هكا باش تشوفوا معايا مليح، ومن بعد تروحوا ندخلها مليح، تروحوا تاع وين كرونتيتو لتحت هادي، تبلاصيوها قد قد مع الخياطه هادي تاعت لتحت هادي، يعني كيما بغيتوا هادي الخياطه اللي راهي هنايا تكون منا ولا منا، مهم هو يكون جست مع الخياطة هكا، حنتكيها منا نشد بليزي بانجل، لازم تحكموا بليزي بانجل باش متهرب لكمش الخياطة، ومن بعد كملوا دورو توتوتور بليزي بانجل قبل ما رحتوا لماكينة الخياطة هكا، باش تتمكنوا بلي باش تتأكدوا بلي راكم حاكمين الخدمة تاعكم جست، يعني ما فيهاش ديكالاج ولا بهاد الطريقة، كملوا معها كاع يحكموهم كاع بلي زيبانكل ولا كاش ما كاين هو ولا شي حاجه خرجوه دروك، باش من بعد كتروحوا لماكينه الخياطه تكونوا عارفين روحكم واش راكم ديروا. دوك نكمل عليها كامل نحكم بلي زيبانكل ونخيطها ونوري لكم النتيجه كيفاش خرجت بعد التوسيع باذن الله. بون الان بعد ما كملتها نوريها لكم، شوفوا كيفاش وسعت وبقى فيها شويه هواء، هاي لك هذيك اللي ستها من تحت هاي بحال ما تبانش راكم تشوفوا فيها شويه
الوان سما كيف كيف ما تبانش بزاف. نحكم الكاميرا بيدي الاخرى. هاي ليك، هاي اللي زدتيها القرا، الخياطة وراها. هاي هي تنمو الالوان متشابهة ما تبانش كيف كيف. وني حاسه باليد تاعي تاني اليز، مانيش مجنيه فيها يعني، فريمون روعه. شوفوا لي مونش هذه اللي هنا فيها اللون الاحمر، درت لها بندانه بالبلو مارين. وهذه اليد الاخرى اللي فيها اللون اللي فيها اللون بلو مارين، درت لها البندانه بالاحمر. نعود نوري لكم ان شاء الله الحجاب كيفاش خرج. كان هذا الفيديو تاعي لنهار اليوم، اتمنى اني افدتكم ويكون فيديو انا اللي افدتكم. مش عارفه اش طاح نورمال. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له بيك 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 لايك، وما تنساوش تبارطاجيه مع جميع اصدقائكم واحبائكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعمل فائده. اللي عنده اي استفسار، اي تعليق، اي انتقاد بناء، مرحبا بكم. انا هنا عند حسن ظنكم باذن الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء، تشاو تشاو.